بيض ملون، والأرانب متوفرة بكل الأشكال والألوان في أسواق أعياد الفصح البرلينية، وهي رمز هذا العيد. لكن من أين تأتي الأرانب؟ سؤال جيد. من عالم الحيوان؟ بالتأكيد رمز الخصوبة، ربما لأن الأرانب تلد في الربيع. في الحقيقة لا أدري بالضبط، ربما بسبب حلول الربيع، لكن ما علاقة البيض بذلك؟ هذا سؤال آخر. أجوبة عديدة عن هذا السؤال. يؤكل بيض الفصح في كثير من البلدان، وهناك تفسير يعود للقرون الوسطى. هناك مقولة قديمة مفادها أن الفلاحين كانوا يجمعون البيض يوم خميس الأسرار ويدفعونه ثمن استخدام الأرض. ورد ذكر بيض وأرانب الفصح للمرة الأولى قبل 330 عاما في نص للطبيب الألماني جيورغ فون فانكناو. ومنذ ذلك الحين يرمز الأرنب للخصوبة، ويحضر الأرنب البيض معه لأنه يأتي بعد صوم 40 يوما. فترة الصوم فترة ابتعاد عن ملذات الحياة، ولا يتم خلالها تناول اللحم أو البيض، إنما يتم جمعه إلى حين حلول العيد، حيث نفرح به وبالوجبات اللذيذة. إذن هناك فرح بحياة جديدة يعبر عنه من خلال البيض. الرموز ليست مجدية للزينة فقط، بل هي مرغوبة كحلويات. والأرنب يخبئ البيض والأطفال يبحثون عنها يوم أحد الفصح، وهذا تقليد ألماني. ولهذا بعد ديني وروحاني، يبحث الإنسان عن شيء، عن معرفة، عن قيامة جديدة. وهكذا يجلب أرنب الفصح للأطفال الشوكولاتة وملايين البيضات الملونة هذا العام، بغض النظر عن أصل التقليد. المهم أن تكون لذيذة.